يقول بعض الفرق الضالة يحذرون من كتاب التوحيد وكتب أئمة الدعوة بزعم أنها تفرق المسلمين، ويقولون نحن بحاجة في هذا الوقت إلى اجتماع الأمة وعدم تفرقها. هذه شبهة يرددونها، وأجبنا عنها كم مرة، قلنا لا يجمع المسلمين إلا التوحيد الذي جمع بين الصحابة على اختلاف قبائلهم واختلاف ألوانهم واختلاف بلادهم، جمعهم هو التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما يجمع الناس إلا التوحيد. وأما الشرك والبدع فهي تفرق الناس، ونحن ما هي بحاجتنا بتجميع الناس، حاجتنا بدعوة التوحيد وأهل التوحيد. من كان من أهل التوحيد حياه الله نجتمع معه، ومن كان من أهل الشرك وأهل العناد لا حياه الله ولا حاجة لنا باجتماعه. نعم.